السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا وسهلا بكم في هذه التغطية الإخبارية والتي نبدأها بأبرز الأحداث الجارية على الساحة الليبية، حيث بحث رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج مع رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي يوم الجمعة مستجدات الأوضاع في ليبيا وملفات التعاون بين البلدين. جاء ذلك في لقاء للجانبين في روما، ثمن خلاله السراج الجهود الإيطالية لتحقيق الاستقرار في البلاد، مؤكدا أن نجاح مسارات حل الأزمة الليبية يعتمد بشكل كبير على وقف التدخلات الخارجية في الشأن الليبي. من جهته رحب رئيس الوزراء الإيطالي بالجهود المبذولة في المسار السياسي والتي توصلت إلى اتفاق على انتخابات تشريعية ورئاسية، مؤكدا على أهمية الالتزام بالموعد المحدد لإجرائها في شهر ديسمبر القادم. رصد موقع إيتاميل رادار المختص في تتبع الرحلات الجوية العسكرية فوق إيطاليا والمتوسط يوم السبت طائرة من دون طيار تابعة لحلف الشمال الأطلسي تقوم بمهمة استطلاعية قبالة المجال الجوي الليبي. وأكد الموقع الإيطالي أن الطائرة من دون طيار من طراز جلوبال هاوك غادرت قاعدة سيغونيلا الإيطالية صباح الجمعة واتجهت نحو الجنوب، لافتا إلى أنها حلقت فوق خليج سرت داخل المجال الجوي الليبي. قامت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني يوم الجمعة بتكليف دوريات من مكتب المعلومات والمتابعة الأمنية بتأمين وحماية مركز المحفوظات والدراسات التاريخية، وذلك بالتنسيق بين الوزارة ورئيس قسم التحقيقات بمكتب النائب العام. وأوضحت الوزارة بأن هذه الخطوة تأتي بعد ورود معلومات تفيد بقيام مجموعة مسلحة بالهجوم على المركز بمقره الكائن بمنطقة أبو مشماشة. في غضون ذلك طلب السفير والمندوب الدائم لليبيا لدى منظمة الأمم المتحدة يونسكو حافظ الولدة يوم الجمعة من حكومة الوفاق حماية المركز الليبي للمحفوظات والدراسات التاريخية. وأضاف حافظ خلال تصريحاته على ضرورة تأجيل نقل المركز لمقر جديد حفاظا على محتوياته الثمينة، موضحا أن الوثائق والمخطوطات التاريخية الموجودة في المركز تعتبر المصدر الأساسي للمعلومات التي ترتكز عليها الدراسات والبحوث العلمية المختلفة لما تحتويه من مضمون كبير حسب قوله. أكد رئيس التحالف الليبي الأمريكي عصام عميش يوم السبت عزم المحاميين ليفن وأنغفارسكي التخلي عن مهمة الدفاع عن مجرم الحرب حفتر في القضايا المرفوعة ضده بالولايات المتحدة، مشيرين إلى عدم تواصله معهم وانقطاع الاتصال به. هذا وقد عز التحالف أن الكم الهائل من الجرائم الموثقة ضد حفتر كافية للحصول على حكم ضده ووضعه تحت طائلة القانون الأمريكي، الأمر الذي جعل فريق المحاماة يقرر الانسحاب من القضية لفقدانهم الأمل من أن حفتر سيكون قادرا على دحض هذه الاتهامات والجرائم التي ارتكبها هو وميليشياته. وللحديث أكثر حول هذا الموضوع أرحب بضيفي عبر السكايب رئيس مؤسسة الديمقراطية وحقوق الإنسان عماد الدين المنتصر. أستاذ عماد مرحبا بك. مرحبا بك وبكل المشاهدين. نعم، بداية يعني أستاذ عماد، في الأيام الماضية أعلنت السلطات الأمريكية رفضها منع حفتر من الحصانة، لو تطلعنا على هذه التفاصيل أكثر. نعم، بعد أن قام محامي الدفاع محامي خليفة حفتر بالادعاء أن حفتر يتمتع بحصانة رئاسية أو شبه رئاسية لأنه يقوم بمهام رئاسية في ليبيا، طلبت المحكمة من وزارة الخارجية الأمريكية أن تبدي الرأي في هذا الأمر، وأن تبدي الرأي كذلك في نظرية أخرى تقول أن وجود خليفة حفتر أو مقاضاة
خليفة حفتر قد تؤثر على سير وقف إطلاق النار. وبعد مجهودات كبيرة قمنا بها من الاتصال بوزارة الخارجية الأمريكية، بمجلسي الشيوخ والنواب في أمريكا، والإصرار على ألا يقبلوا بمنح الحصانة لخليفة حفتر، الاتصال كذلك بالجهات الرسمية الليبية في طرابلس، وتمكننا من إقناع هذه الجهات أن تراسل الحكومة الأمريكية وأن ترفض منح خليفة حفتر أي نوع من الحصانة. فقامت وزارة الخارجية بإبلاغ المحكمة أنها لن تتدخل في هذا الشأن وأنها لن تبدي الرأي فيه. وهذا طبعا كانت ضربة موجعة لخليفة حفتر ولفريق الدفاع، لأنهم كانوا يعولون على موقف مساند من الحكومة الأمريكية. طيب يعني أستاذ عماد، يعني بعد رفض السلطات الأمريكية منح الحصانة لمجرم الحرب حفتر، هل يمكن أن نفهم من هذا أنه يمكن تطبيق عقوبات على مجرم الحرب حفتر؟ هذا يعني أنه لا يتمتع بالحصانة ولا يستطيع أن يختبئ وراء هذا الادعاء. هذا باختصار شديد أنه فقد هذه الورقة المهمة، نعم، التي كان يلوح بها أمام المحكمة. فالآن أمام المحكمة القانون والأدلة، ونحن نعتبر أن القانون الأمريكي ينطبق على هذه الجرائم وأن الأدلة كافية، ونتوقع إن شاء الله أن تحكم المحكمة بإدانة خليفة حفتر. فالآن ليس هناك أمام خليفة حفتر إلا أن يواجه العدالة، ولا يمكنه بعد الآن أن يختبئ وراء ادعاءات بالحصانة أو بمكافحة الإرهاب أو أي من هذه الأكاذيب التي كان يروج لها. طيب محامو حفتر أعلنوا أيضا أنهم تخلوا عنه، ما وراء ذلك بالضبط؟ يعني وراء هذا بضع احتمالات. نعم. أولا، المحامي لا ينسحب من قضية مجرد لأنه لا يتوقع الفوز فيها. يعني هذا تحليل لا أراه تحليل مناسب. إن كان كل محامي ينسحب من قضية لعدم ضمانه الفوز لانتهت مهنة المحاماة منذ زمن طويل جدا. المحامي يقوم بمهمته وبواجبه بغض النظر، حتى في حالة القناعة التامة لدى المحامي بإذناب وبارتكاب موكله لجرائم، المحامي عليه أن يتقدم بأفضل دفاع ممكن. هذه هي مهنة المحاماة، والمحامي الأمريكي يفهم ذلك. فتحليلي لما حصل يعتمد أولا على النظر في الاستراتيجية التي يتبعها خليفة حفتر بخصوص هذه القضية. الاستراتيجية هذه غير واضحة، لأن خليفة حفتر قد يكون فقط يماطل. نحن نعلم أنه تأخر كثيرا في تعيين محامي، ولم يعين محامي إلا بعد تهديد مباشر من المحكمة بإدانته وتغريمه 100 مليون دولار. فلهذا وفي وقت متأخر جدا أقدم خليفة حفتر على تعيين محامي دفاع له. فقد تكون الآن أن يسرح أو أن يرفض أو يتوقف عن التعامل مع هذا المحامي حتى يبحث عن محامي آخر، فقد تكون هذه سياسة تأخير وتعطيل، لأن خليفة حفتر يتوقع شيء ما، ينتظر نصر سياسي مثلا، ينتظر منصب حكومي سياسي رفيع في ليبيا يمنحه حصانة من جديد. فلعل هذه تكون سياسة واستراتيجية، استراتيجية التأخير والتعطيل. وهذه استراتيجية معتمدة في بعض القضايا، حتى تصل إلى مرحلة يشعر فيها القاضي أن التأخير والتعطيل إما متعمد أو تمادى فيه المحامي والدفاع، وعندها قد
يبدأ القاضي بأن يتعامل مع الملف بصرامة أكبر ويرفض أي تأخير. الاستراتيجية الأخرى هي محاولة حفتر الآن أن يأتي بشركة محاماة كبرى. نحن استغربنا كالفريق العامل والداعم نعم. لهذه القضايا من اختيار خليفة حفتر لهذه الشركة، لهذا المحامي، ومحامي في نيويورك ومحامي من جهة فرجينيا، أن يتم اختيار هؤلاء لأنهم ليسوا محامين كبار مشهورين معروفين لامعين. فهذا حقيقة كان أمر أثار عندنا بعض التساؤل. كانت بداية محامي الدفاع بداية جيدة واستطاع أن يحقق بعض النقاط، ولكن الآن هم يمرون بأزمة بدون شك، ولعل حفتر رأى أنه يحتاج أن يعتمد خدمات شركات محاماة عملاقة لها خبرة ولها موارد ولها علاقات قد تساعده في كسب هذه القضية. الخيار الثالث، فالآن ذكرنا احتمال أول التأخير المتعمد. الخيار الثاني هو اختيار شركة محاماة أفضل من هذه التي كانت تعمل لحسابه حتى الآن. الاحتمال الثالث وهو وارد، تخبط فريق الدفاع، تخبط مستشاري حفتر كيف يتعامل مع هذه القضية. لعله كان يعول على نجاحات عسكرية أو سياسية معينة فلم يهتم بالقضية. الآن بعض المعطيات تغيرت وهو يحاول أن يتأقلم مع هذه التغييرات. فهذه هي الاحتمالات الثلاثة، إما تخبط، إما تعطيل متعمد، أو بحث عن شركة جديدة ذات قدرات أكبر لتقوم بالدفاع عنه في هذه المحاكم. وخليفة حفتر يعلم أن هناك قضايا جديدة في طريقها إلى المحكمة. نحن قد أعلننا عن ترتيبات لرفع دعوة جماعية قضائية ضد خليفة حفتر. نحاول أن نجمع أكبر قدر عدد معين من الضحايا الليبيين وغير الليبيين في قضية واحدة، نكثف فيها الجهود، نستفيد منها من الخبرات المتبادلة، ونحقق بهذا تقدم ونجاح أكبر من وجود بعض القضايا المتفرقة كما هو يحصل الآن. فخليفة حفتر يعلم أننا نتربص به، يعلم أن هناك ترتيبات قانونية الآن في قيد التنفيذ، وهذه كلها تجعله يعيد حساباته ويبحث وصلت عن طريقة للتعامل مع هذه المستجدات. نعم شكرا لك سيد عماد الدين المنتصر، رئيس مؤسسة الديمقراطية وحقوق الإنسان، كنت معي عبر سكايب، شكرا جزيلا لك. رغم المطالبات المتكررة محليا ودوليا لتقديم مرتكبي جرائم المقابر الجماعية إلى العدالة، إلا أن هذا الملف ظل عالقا ولم تحدث فيه أي نتائج إيجابية، في حين تتزايد المقابر الجماعية المكتشفة يوما بعد يوم. فهل سينصف أهالي ضحايا المقابر الجماعية وتقديم الجناة إلى العدالة؟ وما مصير المفقودين حتى الآن؟ وهل سيكتفي المجتمع الدولي بالتنديدات والاستنكارات فقط؟ ولماذا لم نرى أي تحركات حقيقية من الحكومة والمنظمات الحقوقية لتحقيق نتائج إيجابية في هذا الملف؟ كل هذا وأكثر سأطرحه للنقاش صحبة ضيوف الكرام، لكن بعد هذا التقرير. لا تزال المقابر الجماعية التي خلفتها ميليشيا الكاني تكتشف يوماً بعد يوم في تزايد ملحوظ يعكس حقبة قاسية من القهر والوحشية. في صبيحة هذا اليوم السبت، أعلنت الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين اكتشاف مقبرة جماعية جديدة بمنطقة مشروع الربط.
وبحسب المتحدث باسم الهيئة عبد العزيز الجعفري، فقد تم انتشال 4 جثث مجهولة الهوية من المقبرة ذاتها، ليصل عدد المقابر المكتشفة بترهونة إلى أكثر من 20 مقبرة جماعية. وفي ذات السياق، دعت منظمة Human Rights Watch الخميس الماضي حكومة الوفاق إلى التحقيق في مصير مئات المفقودين من سكان مدينة ترهونة. وكانت حكومة الوفاق قد طالبت مجلس الأمن الدولي في منتصف يونيو العام الماضي بإحالة ملف المقابر الجماعية إلى المحكمة الجنائية الدولية، ولكن شيئاً لم يحدث إلى الآن. فرغم الدعوات المتكررة محلياً ودولياً، إلا أن ملف هذه المقابر لم يتحقق فيه أي تقدم سوى تصريحات وتنديدات وتحقيقات. كان من بينها 3 زيارات أجراها فريق من المحكمة الجنائية الدولية بالتنسيق مع حكومة الوفاق الوطني للمقابر الجماعية. قام الفريق بتوثيق شهادات أهالي الضحايا، والتقى بمحققين من مكتب النائب العام والمدعي العام العسكري وخبراء الطب الشرعي. وعلى إثر ذلك، طالبت المحكمة الجنائية الدولية مكتب النائب العام بتزويده بلائحة اتهام بحق مرتكبي الجرائم ضد القانون الدولي الإنساني في ليبيا، خاصة ملف المقابر الجماعية. وفي سياق متصل، سلط تقرير مطول لهيئة الإذاعة البريطانية BBC الجمعة الضوء على جرائم ميليشيا الكاني إبان سيطرتها على مدينة ترهونة منذ عام 2012. وكشف التقرير عن جرائم وفضائع ربما تروى لأول مرة في الصحف الأوروبية. فالمقابر الجماعية التي خلفتها ميليشيا الكاني تعبر عن إرث وحشي ومروع لحقبة استمرت قرابة 8 سنوات، قبل أن تتمكن قوات الجيش الليبي عام 2020 من اقتحام المدينة وتخليصها من العصابات. بيد أن العديد من سكان مدينة ترهونة، تقول الصحيفة، لا يزالون إلى هذه اللحظة يخشون التحدث عن جرائمهم. يقول رئيس هيئة البحث والتعرف على المفقودين كمال أبو بكر إن أكثر من 350 شخصاً من ترهونة مقيدون كمفقودين، على الرغم من أن بعض السكان المحليين يقولون أن العدد الحقيقي يقترب من 1000. وحتى الآن تم التعرف على عدد قليل جداً من الجثث التي تم العثور عليها في المقابر الجماعية، حيث إن أعمال مطابقة الحمض النووي ما زالت في بدايتها. أفتح حلقة نقاش وأرحب بضيفي من استوديوهاتنا من طرابلس، الدكتور إلياس الباروني، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة نالوت، وكذلك عبر الهاتف الأستاذ إبراهيم الجلاصي، عضو رابطة ضحايا ترهونة، وكذلك أيضا عبر الهاتف لطفي توفيق، مدير مكتب إدارة البحث عن الرفات. أبدأ بك أولا دكتور إلياس، يعني أكثر من 20 مقبرة جماعية تزداد يوما بعد يوم، حكومة الوفاق لم تتخذ خطوات حاسمة حتى الآن، كيف تقرأ كل هذا؟ نعم، هنا أحييك أستاذ صفي وأحيي المتابعين هذه القناة، حيث أن بدأ مشروع حفتر يعني منذ انطلاقة ما يسمى بالكرامة، هي انطلقت في 2014 من منطلق إرهابي، أي بمعنى خرج حفتر في المشهد السياسي والأمني على أنه يقاوم ويكافح الإرهاب، إلا أنه صنيعة الإرهاب الذين صنعوا حفتر هم صنعوا الإرهاب في المنطقة الشرقية، وبدأوا فيها محاولات الاغتيالات والقتل والخطف وأيضا السرقة والسلب لإوهام الشعب الليبي في المنطقة الشرقية وأيضا في كلمة التراب الليبي بأن هناك إرهاب، ولكن هذا الإرهاب يحتاج إلى شخصية قد تعمل على نهاية ومحاربة هذه العمليات الإرهابية. صنعوا تلك الأحداث بممارات استخباراتية إقليمية ودولية، صنعتها المخابرات المصرية ودولة الإمارات وبالتنسيق مع الموساد الإسرائيلي. وهنا اقتنع للأسف أهلنا في ليبيا وخاصة في المنطقة الشرقية بأن هناك إرهاب
قد وصل في كل مواطن ليبي في داره. ومن هنا خرج خليفة حفتر على أنه الشخص الملهم والمنقذ ويقود عملية الكرامة لإنهاء هذه العمليات الإرهابية. أي بمعنى أن خليفة حفتر أساس قيامه وخروجه قام على أنقاض الشعب الليبي وعلى أنقاض الجدد الذي قاموا العمليات المخابرات الأجنبية وأيضا المخابرات الحفترية التي مهدت له الطريق. وبالتالي هنا ترعرع ونشأ وأيضا كبر بدعم إقليمي ودولي. هذا من ناحية تكوين خليفة حفتر وتنظيمه الإرهابي، أي بمعنى أن هذا التنظيم كون من أساس عمل إرهابي. وبعد ذلك بدأت الانضمام الشعب الليبي سواء كان فرادة أو ميليشيات، وآخرها كانت ميليشيا الكاني الذي كانت تؤيد خليفة حفتر. وبعد ذلك كان في البداية حفتر أنه يقاوم ما يسمى بالجماعات المسلحة والميليشيات. عندما انضمت هذه الميليشيا إلى تنظيم الكرامة الإرهابي بدأ يصفق لها وأيضا يشيد بأعمالها، ورأينا الأعمال التي قامت بها في أهلنا في طرهونة، وقبل ذلك قام بها أيضا في مختلف مناطق ليبيا سواء كان في الشرق والجنوب والغرب، ووصولا إلى مدينة طرهونة التي استهدفت العديد من الأسر والأفراد. وحقيقة خير دليل ما قام بها أسرة بالكامل وبيدت أسرة فتحي أو الطفل وليد فتحي. هذا يعطيك مؤشر بأن خليفة حفتر قام على أساس إرهابي وقام على أساس كيف يقوم بالترويج طيب. لنفسه بأنه منقذ للمجتمع الليبي وأنه مكافح للإرهاب، وهذا ما رأيناه في الفترة الأخيرة عندما قام بالاعتداء على مدينة طرابلس، وشفنا الصواريخ والتنكيل والسرقة والنهب التي قام بها، وكانت هزيمته محققة لأنه ما بني على باطل فهو باطل. نعم، أرحب بك أستاذ إبراهيم الجلاصي عضو رابطة ضحايا طرهونة. بداية يعني لو تطلعنا عن أبرز مستجدات ملف المقابر الجماعية وعن الجودات التي تم التعرف عليها. أولا السلام عليكم، وترحم على شهداء بركان الغضب والذين قاموا بتحرير مدينة طرهونة وكان لهم الأسبق في تحرير طرهونة. اولا عدد المقابر هو عباره عن خراج 129 جثه من 40 مقبره، منها 20 مقابر فرديه ومنها 20 مقابر جماعيه. وتم التعرف على 11 الجثه، منهم تم التعرف عليهم عن طريق مقتنياتهم ومنهم التعرف عليهم عن طريق الهيئة والكيفية اللي كانوا بها أو مستنداتهم. طيب يعني هل تم تشكيل لجان قانونية لمتابعة هذه القضايا محليا ودوليا؟ والله بالنسبة للتحقيقات أو بالنسبة لملفات التحقيق هي النيابة العسكرية المسلحة الوحيدة التي قامت بالتحقيق في قضايا طرهونة، وبالنسبة للنيابة المدنية لحد الآن تحقيق بطيء وموهوش فاعل الحل. طيب أعود إليك دكتور إلياس، يعني المجتمع الدولي لم نرى منه إلا خطوات على استحياء رغم وجود كافة الأدلة، ماذا يعني كل هذا؟ يعني حتى لم يصدر أي مذكرة قبض جادة حتى الآن. سؤالك مهم جدا وأيضا ينبغي التسليط الضوء عليه. نحن كدولة ليبيا وأيضا بين قوسين ثورة فبراير جاءت من أجل كل مواطن ليبي سواء كان سبتمبريا ديسمبريا فبراريا إلى آخر ذلك من الأشهر السنة، وكانت من أجل أن تكون هناك دولة تشمل وتبنى من خلال الجميع وبالجميع. ولكن للأسف تآمر الجميع على هذه الثورة وهذا الحلم، وفي الحقيقة هم تآمروا على أنفسهم قبل ما يتآمروا على ثورة فبراير، لأن ثورة فبراير هي مبادئ عامة
تحقق الأهداف المرجوة لكل الشعب الليبي مهما كانت ميوله السياسية والفكرية والأيديولوجية والدينية. تعامر الداخل قبل الخارج، ومن هنا بدأت تدوير مسألة تدوير الأزمة الليبية، وبدأت الدول الأخرى سواء كانت إقليمية ودولية تدخل في الشؤون الليبية. عندما رأت خليفة حفتر وأيضا دعمته بكل قوة لحدنا صمت بريطانيا، وهي في الحقيقة يعني اعتبر دولة بريطانيا دولة خطيرة جدا تعمل في الخفاء، وهي ترى وبصمت ماذا يحدث في ليبيا. بالمقابل كانت فرنسا واضحة وصريحة دعمت حفتر، وفرنسا هي التي دعمت حفتر وخرجته للإعلام وخرجته على مستوى الدولي، ناهيك عن دور دولة الإمارات الإرهابية وأيضا جمهورية مصر قبل تغيير موقفها الأخير. هنا المجتمع الدولي إذا أراد الحقيقة وأراد فعلا حل الأزمة الليبية لساندت الحكومة الوفاق الوطني. بالمقابل هي اعترفت بحكومة الوفاق الوطني وأيضا شرعنتها وأيضا صوتت لها من خلال مجلس الأمن، إلا أن تحت الطاولة كانت تدعم التمرد، أي بمعنى تدعم تمرد على السلطة وتدعم أيضا إنهاء مشروع قيام الدولة المدنية الطامحة أن تكون هناك دولة مؤسسات ودولة دولة القانون ودولة تتداول السلم على السلطة. هنا بدأ المجتمع الدولي يدعم الإرهاب المتمثل في حفتر وتنظيمه الإرهابي بكل الوسائل إعلاميا لوجستيا طيب. أسلحة إعلامية. هنا لا نتوقع بأن هذه الدول مجتمعة أن تدعم حكومة الوفاق الوطني وأن تقوم أو تقف ضد مشروع حفتر. إذن هنا لا نتوقع بأنها تدين الأعمال المشينة التي قام بها حفتر في كل المدن، سواء كانت أهنة في درنة في بنغازي في البيضة في الجنوب الليبي ووصولا إلى طرابلس وأيضا ترهونة. طيب ترهونة مثال للجرائم البشعة التي قام بها حفتر. أين الرأي العام الدولي؟ أين المواقف الحقوقية؟ وأيضا أين مجلس الأمن عندما ترى هذه المشاهد البشعة في أهم في ترهونة نقلت بالأجساد وبالأجسام ودفنت أحياء ومكبلة؟ بالتالي هذا المجتمع لا نؤول عليه، بل هذا المجتمع ساقط من ناحية السياسية ومن ناحية الأخلاقية. لا نؤول على هذا المجتمع، إذا نؤول على قوانا الحية بالداخل سواء كانت قوة سياسية وأيضا القوة العسكرية. طيب أرحب بالسيدة كلثوم الحبشي والدة أحد المفقودين. سيدة كلثوم مرحبا بك. أهلا وسهلا بك يا ولدي. نعم سيدة كلثوم، بداية لو تحدثينا عن ابنك محمد وكيف تم اختطافه ولماذا؟ والله أنا أم لزوج شباب مفقودين، واحد في 15/7/2011 على أيدي لجنة القبض ذنب أنه هو من 17 فبراير. نعم. والثاني يوم 22/12/2019 على أيدي ناس من ترهونة، وكانوا والله إني بالنسبة لي ولدي ما داير حاجة الحق. لماذا يعني ابنك الذي تم اختطافه مؤخرا في الحرب الأخيرة على طرابلس، لماذا تم اختطافه؟ والله ما يعني بالنسبة لي نحن هذا سؤال حتى احنا نسألوا فيه للناس ونسألوا فيه لأنفسنا، ما نعرفش ما عنده شيء. ولدي إنسان مدني طبعا مهنته مهندس مدني يشتغل على روحه، والله ما عندنا لا له من الجيش ولا هو من الخلايا اللي هي يقولوا خلايا، ما عندنا شيء. سؤال هذا نطرحه للمجتمع الليبي ونطرحه للناس اللي هي مسؤولة. نعم سيدة كلثوم، يعني ابنك الذي اختطف مؤخرا اسمه محمد. نعم لو تحدثين أكثر عن محمد، وهل تحصلتم عن معلومات تفيد بمكانه؟ لا والله يا ولادي لحد الآن ما تحصلناش على معلومات، يعني وين هو كان الموضوع
الموضوع كان يعني في البداية أن هم في ترهونة، وبعدين ما عادش نعرف وين مشوا بعد ما طلعت الميليشيات ودارت، ما عادش نعرف وينهم هم. نعم، دعواتكم بالمطالبة بالكشف عن مصير محمد، هل وجدتم جدية عن المسؤولين للوصول إليه؟ لا والله. هل لديك أي رسالة تريدين توجيهها عبر منبر التناصح سيدة كلثوم؟ رسالتي للناس المسؤولين، إذا كان فيه ناس وطنيين وناس يخافوا ربي وناس إن يشبحوا لها الأمهات اللي ما يعرفوش مصيرهم وين أبنائهم، مصير هالنساء اللي قاعدات ما يعرفونش أن أزواجهم لحيين ولا ميتين. يعني نبي إذا كان فيه مشاعر ليبية تحس بالليبي نعرف وين مصير أولادنا، وين مشوا، وين داروهم. يعني الإنسان دائما لما يجيبونا في القنوات أن طلعوا مقبرة، يعني كل أم يعلم الله بمصيرها كيف. شكرا لك سيدة كلثوم الحبشي، واحدة أو والدة أحد المفقودين. نتمنى من الله عز وجل أن يعني تلقي ابنك على خير بإذن الله. نتمنى من الله، نتمنى من الله، وسوف يعلم الذين انقلبوا لأي منقلب ينقلبون. هذه هي رسالتي، أنني شادين بالله، رسالتنا الأمهات شادين بالله، وإن شاء الله ربي ما يخيب رجانا، لأن فيه ناس قاعدة حية وعندها ضمائر وعندها مسؤولية تحاول بقدر إمكان أن تطلع الحقيقة. والله يبارك فيكم وجزاكم الله خير. نعم، شكرا لك سيدة كلثوم. أعود إليك أستاذ إبراهيم، يعني إلى أين وصل ملف المفقودين وملف المقابر الجماعية؟ بالنسبة لي ملف المفقودين ترون من حوالي من شهرين او تقريبا بدت المحكمه اسمها النيابه العسكريه انفلتت في التحقيقات. نعم. وباصدار اوامر قبض، وتم القبض على جنات واعترافات على مقابر واعترافات على سرقات وحرق منازل، وان شاء الله باذن الله حيكون المشكله في الجهات الضبطيه، ما فيش دعم بالنسبه لي، ما فيش بالنسبه للجهات الضبطيه ما فيش دعم للنيابه العسكريه مثلثة من ناحيه القبض وكيفيه التسليم وكذا، عندنا مشكله وعائق في هذا الشيء. نعم. هل هناك تعاون يعني من وزاره الدفاع وحكومه الوفاق بشان هذا الملف، ام ان هناك تقصير في هذا الملف؟ والله بنقول لك بالنسبه لي حكومه الوفاق نرى ان في تقصير كبير، مش تقصير بسيط. نعم. لان ما فيش ولا لفتة نظر بالنسبه لي قضايا ترهونه من ناحيه حكومه الوفاق. وما شفناش ولا اي مبادره من سيد السراج حتى بكلمه تعزيه لترهونه. ماذا ونرى ان من وجهه نظري ان هذا عقاب لاهل ترهونه مش شيء ثاني. ماذا عن المنظمات الحقوقية؟ والله دور بسيط وما هوش إيجابي بالنسبة لملف قضايا ترهونة، لأن قضايا ترهونة كبيرة ومستوى الجريمة كبير، وقاعد ما طلعش بالصورة الحقيقية اللي هي عاشها أهل ترهونة، اللي من قتل وتشريد وتهجير وظلم وسرقة أموال وكذا، في من مات على رزقه، وفي من مات من أجل أنه كان مؤيد لفبراير، وفي من إن مات إن ما تضمنش مع الحرب على العاصمة، وفي من كلها ماتت بالشكلية هذه، وكلها تم إعدامها بشكل بشع وطريقة بشعة، يا أما إن قتل بالضرب حتى الموت، يا أما بأن قتل عن طريق الضرب على الرأس ببومشية وبشكل بشع وشنيع جدا جدا جدا. وسيادة السراج ما طلعش وتكلم وقدم حتى تعزية لأهل ترهونة، ونرى أن هذا عقاب لأهل ترهونة، ومش عارف ما شفنا شيء يعني من حكومة الوفاق صراحة. واضطروا الناس أن يمشوا يفتحوا محاضر وقضايا في منطقة شرقية، وهذا ونعتبر فيه هذه جريمة في حق أهل ترهونة، أنهم هيك تنازلوا على حقهم
وباعوا قضيتهم انت لما مشوا المجرم حصر وهو شريك جريمه اصلا هو اصلا شريك جريمه كيف يمشي اهالي ترونه وهو اللي قتل ابنائهم ويمشي يدخل عنده قضايا هذا سبب يرجع لمن؟ هذا يرجع تقصير حكومه الوفاق وتقصير جاد ونحن اهالي ترونة ندير سراج بالشكل هذا في 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 قضايا ترونة. طيب اعود اليك دكتور الياس، يعني هناك من يتساءل دعوات المصالحه في هذه الايام هل ستكون مفتاحا لغلق قضايا مقابر المقابر الجماعيه المكتشفه وعدم محاسبه الجنات؟ هنا احيي الاستاذ ابراهيم العضو الرابط المفقودين في ترهونه وايضا السيده ام كلثوم يعني بصوتها بحرارة الفقدان للحبيب سواء كان ابن أخ زوج هذه وأيضا حتى أصبحت حتى النساء من النساء من الترهونة تم قطفهم وقتلهم هذه رسالة للداخل وأيضا للخارج. هنا قبل قليل سيد صفي جت رسالة عبر صفحة قناة التناصح شخص اسمه غني النفس يقول بمعنى أين أنتم والمجتمع الدولي وكأنه يتحكم على دور الإعلام المحلي. هنا نريد رسالة لهذا الشخص وأيضا رسالة للداخل وللخارج بأن الإعلام الحر سواء كانت تناصح أو أخواتها كانوا في الجبهة يقاتلون جنبا إلى جنب ولنقل الحقيقة ولنقل الدفاع عن الوطن وعن المبادئ وعن ديننا الإسلامي الحنيف الذي يوصينا إلى الدفاع عن أنفسنا والدفاع عن مقدساتنا والدفاع أيضا حتى على مبادئنا الذي وأهم هذه المبادئ هي مبادئ إسلامية إخلاقية قبل أن تكون مبادئ إنسانية. هذه الرسالة بصوت أم كلثوم وصوت أيضا أخونا إبراهيم تعطي رسالة بالوجع والألم والحصة للداخل والخارج. هنا كيف يرتاح بال حكومة الوفاق الوطني؟ صحيح أن هناك مهام وهناك انشغالات ولكن ينبغي على الحكومة وعلى رأسها السيد فايز الراجع الذهاب فورا عندما تم تحرير مدينة ترهونة من تنظيم الكلام الإرهابي حفتر وميليشياته المتمثلة في الكاني أو الكانيات بين قوسين. ينبغي على السيد فايز الراجع أن يكون أول شخص يذهب إلى هذه المدينة مدينة ترهونة الجريحة. يعني تخيل في كل بيت وفي طيب كل أسرة دعنا لا نخرج عن إطار الموضوع. يعني سألتك قبل قليل دعوات المصالحة في هذه الأيام هل ستكون مفتاحا لغلق ونسيان قضايا مقابر الجماعية المكتشفة وعدم محاسبة الجنات؟ نحن صفي مع المصالحة والعدالة الانتقالية، ولكن المصالحة مع من؟ للأسف نعطيك رسالة الآن، هنا رسالة لحضرتك وأيضا لمتابعينا الآن. عندما دخل الرسول صلى الله عليه وسلم مكة ماذا قال؟ قال اذهبوا وأنتم الطلقاء. ماذا قالها؟ قالها عندما كان منتصرا. قبل فتح مكة لم تكن هناك فرصة أو وقت يسمح بذلك، وفي نفس الوقت غير لائق أن يكون هناك مصالحة وهو في موقف المدافع أو في موقف الحرب. عندما تنتهي الحرب ويكون هناك الانتصار بالتالي أنت تكون هناك العفو والمصالحة. وفي نفس الوقت أيضا هنا ما يسمى الآن بالحوار، نحن مع الحوار، لكن الحوار مع من؟ مع من قتل النبيين؟ مع من أفشل مشروع قيام الدولة المدنية؟ الحوار مع من سرق أحلام وأماني الليبيين والليبيات؟ للأسف هذه الدول وهذا المجتمع الدولي الذي ينادي بحقوق الإنسان وبحقيقة العدالة وبالمصالحة الوطنية في الحقيقة بين قوسين سامحوني بهذه العبارة إنه يكذب، لأنه يعرف ويعي ويعلم جيدا بأن لا مصالحة مع المجرم. كيف تريد مني أن أتصالح وأن نبجدي إلى من قتل أبي وأختي وأخي وسرق كل ما نملك
من إمكانيات وقدرات سواء كانت مادية أو نفسية أو اجتماعية. بالتالي الحوار مطلوب مع من يريد الحوار، مع من يمد يديه، وفي نفس الوقت حتى الطرف الآخر، حتى حفتر. أنا مستعد، أنا شخصيا مستعد أمد يدي إلى حفتر إذا خرج على الإعلام وقلنا فعلا أنا أخطأت وأجرمت حق الليبيين، وأطلب من حضراتكم العفو والمصالحة. بعد ذلك لكل شأن شأن، وفي ذلك يكون الحدث وأيضا المصافحة على ذلك. ولكن طيب، المقابل هو انهزم في هذه الحرب وفي نفس الوقت قتل وشرد الليبيين، وتريدني أنا أن أجلس والطرف الآخر يجلس مع هذا الشخص ويطلب المصالحة. الآن نسمع الآن العديد من المؤسسات المجتمع المدني وأيضا الأحزاب السياسية أن تطالب الليبيين بالمصالحة، ولكن المصالحة لا تأتي إلا بعد تحقيق النصر، لا تأتي إلا أن يكون هناك فعلا دولة عادلة، فعلا أن يكون هناك حكومة قوية ورئيس قوي. بعد ذلك هو الذي يعلم بالعفو العام ويعلم بالمصالحة بعد أخذ الحق وأيضا جمر الضرر الذين تضروا من جرائم حفتر وتنظيم الإرهابي. طيب، أعود إليك أستاذ إبراهيم، يعني بصفتك عضو رابطة ضحايا ترهونة، هل لديك أي رسالة تريد توجيهها عبر منبر التناصح؟ نعم، نطالب من حكومة دعم أهالي الضحايا وجبر الضرر، وهذا أقل شيء تفعله في حقهم. وما زال أهلنا تحت الأرض، ويا حكومة الوفاق اليوم لنا 7 شهور الموضوع لا يحتمل السكوت عليه. المفروض حكومة تعلن عن أن تهويلنا مدينة منكوبة وتستعين بالأمم المتحدة للمساعدة في حالة عجزها، وهذا شيء واضح وملموس وواقع ونشوفه في بعيوننا وشيء واضح. نعم، شكرا لك أستاذ إبراهيم الجلاصي عضو رابطة ضحايا ترهونة، وكذلك الشكر موصول أيضا للدكتور إلياس الباروني أستاذ العلاقات الدولية بجامعة نالوت، كان معي عبر استوديوهاتنا من طرابلس. كما أشكر أيضا ضيفتي والدة أحد المفقودين كلثوم الحبشي. كما أشكركم أيضا أعزائي المشاهدين لطيب وكرم المتابعة، حتى اللقاء في وقت آخر. إلى ذلك الحين دمتم في أمان الله.